مملكة مراكش أرض الخرافات والاستغباء والتدجين السياسي، الحدود الحقة للمملكة الوهمية وظهور محمد الخامس في القمر وتحول لعابه لوقود للطائرات، بالإضافة لعشرات الروايات الخيالية كلها خرافات مضحكة نسجتها الأسرة العلوية لترسيخ العبودية في أذهان الشعب المغربي، مما لا شك فيه بأن الجميع قد سمع بالقصة الشهيرة لرؤية محمد الخامس في القمر، والتي كانت أحد أشهر الخرافات التي استعملتها الأسرة العلوية للسيطرة على عقول الشعب المغربي بطريقة خبيثة، أين خرج الآلاف من المغاربة عام 1953 ليقولوا أنهم شاهدوا محمد الخامس في القمر. الحقيقة تقول أن موالين للأسرة العلوية هم من وزعوا صوراً لمحمد الخامس على عامة الناس وقالوا أنه سيظهر على القمر قريباً، وبما أن الجهل كان متفشياً فقد صدق المغاربة ذلك وقالوا أنهم رأوا الملك العلوي في الجرم السماوي المنير. الأمر لم يتوقف هنا، فقد ظهرت رواية أخرى يقول أصحابها أن محمد الخامس ملك المغرب سابقا كان في رحلة بالطائرة، أخبره قائد الطائرة بأن خزان الكيروزان يكاد ينفذ مما أثار رعب الركاب، ليقوم محمد الخامس بالبسق داخل خزان الطائرة وإذ به يمتلئ على آخره لتنجو الطائرة من السقوط. إن تصديق المغاربة لخرافات اليوم والذي يروج لها المخزن ما هي إلا سلسلة خيالية رواها العياش للأجيال المتعاقبة في الجارة الغربية من أجل تنويمهم وطمس الحقيقة عن عقولهم. فمن رأى محمد الخامس في القمر يمكنه أن يرى محمد السادس وابنه أمراء للمؤمنين. على سطح القمر معلقين به هذا، طعنا كل نصطح كنشوفوا الصورة محمد الخامس في القمر، كنشوفوا بالطلوس ديالو بالقبل ديالو محمد الخامس في القمر. طلعنا للسطوحة في الليل كنشوفوا القمر، يصوروا لنا أن محمد الخامس جالس في الطابوشي، ذاك الطابوشي الوطني، وأنو زغريد وأنو حيي وأنو قيا الملك، والناس كانت كتحبو بزاف وكتبغيه بزاف لدرجة الجنون. حب الناس ليه هو اللي خلاهم بان ليهم في القمر. اللي ينتخبوه اليوم هو أول من أبان المرسول محمد الخامس في القمر.